إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ربنا كويسين. رجعت لكم فيديو تاني النهارده رياكشن على الشيخ منصور السامي. وقبل ما ابدا، لو انت اول مره بتشوفني، انا اسمي احمد، بعمل فيديوهات رياكشن على Esbeye، على الشيخ منصور السامي و Esbeye و سبيان من اندونيسيا ولا من مصر. ولو متنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة عشان تشجعونا نعمل فيديوهات تانية زي دي، وتقديرا منكم للمقابلات اللي بعملها برضه. ومتنسوش تفعلوا الجرس عشان معظم اللي بيشوفوني مش مفعلين الجرس ومش مشتركين. وتعملوا شير مع بعضكم الفيديو ده، ده فضل ويسع عمرك برضه. وتفعلوا هاشتاج احمد رياكشنز على الف مشترك عشان قربنا ان شاء الله بدهنكم. و متنسوش تدعمونا على الانستجرام، اللينك بتاعه في الديسكريبشن واسمه في الشاشه. و عشان لو عندكم مقترحات تبقى تقولها لي هناك، او تكتبوها لي في التعليقات تحت. ويلا نشوف الفيديو. بسم الله. أنا أقول يا إخواني، آن الأوان أن نقول: يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا. يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتقي الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا. مين نذوق هذه الحلاوة اللي ذاقها بلاد؟ ليه الآن كثير من شبابنا راكب أحسن سيارة ولبسوا ماركات وسفريات وحفلات وشهوات، وفي النهاية يقول لك زهقان طفشان؟ ليه الآن انتشر في أوساط شبابنا وبناتنا كل يوم الثاني نسمع في وسائل الإعلام شاب انتحر، فتاة حاولت الانتحار؟ سؤال: هل ينقصهم شيء من شهوات الدنيا؟ والله ما ينقصهم شيء من شهوات الدنيا. ايش ينقصهم؟ ينقصهم اتصال برب الارض والسماء. يقول ابن مسعود: من صلى بينه وبين الله عز وجل فانه يتكلم مع الله، ومن قرأ كلام الله فان الله يكلمه. العبد اذا صلى بين يدي الله وقال الله اكبر ثم قال الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل يقول لهذا العبد: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، الله عز وجل يقول: مجدني عبدي. إذا قال العبد مالك يوم الدين، الله عز وجل يقول: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: ذلك بيني وبين عبدي. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يقول الله ذلك بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. يا إخواني والله أعظم هداية وأعظم شيء لما الله عز وجل يرزقك الهداية. الإنسان إذا دخل الجنة يتذكر وهو في الجنة أعظم نعمة أنعم الله عز وجل إليه في الدنيا ثم يتذكرها، فإذا تذكرها قال: وقالوا الحمد لله الذي هدانا. الله عز وجل يقول في القرآن لنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة وما عنده ريال واحد. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقياء مزيد. ما شاء الله يا جماعة، الفيديو مؤثر جدا وانا بحب الشيخ منصور السلمي، ومش أول مرة أعمل رياكشن، وكنت عملت رياكشن غريب هنا في البلاي ليست. ولو عجبكم رد الفعل ما تنسوش تدعمونا بلايك، وأهم حاجة سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وتفضل أنا غيث عمرك، وتنسوش تعملوا شير الفيديو مع بعض عشان وتفعلوا هاشتاج احمد رياكشنز على 1000 مشترك، وتعملوا الاستخدام على انستغرام اللينك بتاع الديسكريبشن والاسم فوق الشاشه عشان لو عندكم اي اقتراحات تقولها لي هناك او تكتبها لي في التعليقات تحت. لو عندكم اي اقتراحات زي على الشيخ مصطفى السامي برضه قولها لي في التعليقات تحت او تبعتها لي على الانستغرام. و تنساش تشوفوا برضه الفيديوهات اللي فاتت في البداية بيكسس، وفي فيديو جاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.